هذا يعتبر العنف المجتمعي نتيجة لغياب مبدأ سيادة القانون؟ هل لا تعتبر ظاهرة الفساد ومكوناته نتيجة غياب المؤسسة القانونية؟ ألا يعتبر عدم توزيع مكاسب التنمية هو نتيجة لعدم تطبيق القانون؟ لا أحد فوق القانون، ولا حصانة لمسؤول، ولا حماية لفاسد. سأكون معكم أنا الدكتور محمد أبو هزين في برنامج ما بين القانون والسياسة.